بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس التاسع من مادة الدراسات الإسلامية للصف الخامس لابتدائي قسم التوحيد، بعثته ونبوته صلى الله عليه وسلم، سنتعرف على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان عمره، وماذا دعا إليه في مكة، وكم عاما بقي في مكة، وإلى أي شيء كان يدعو الناس، وإلى أين هاجر. بعثته ونبوته: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة وعمره 40 سنة. 40 سنة، نحفظ هذا التاريخ. كان أول ما أنزل الله تعالى عليه إذانا بنبوته أول سورة اقرأ، حينما نزل عليه جبريل عليه السلام في غار حراء، فقال له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طبعا جبريل عليه السلام قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. اقرأ، ما أنا بقارئ. قال له: اقرأ. ونزلت هذه الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ يعني أصبح نبي بقرأ، وأصبح رسول بصورة المدثر. يعني الأمر بتبليغ الدعوة صورة المدثر. النبي يكون معه رسالة، ولكن يبدأ في تبليغها حينما يصبح رسولا. إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الناس بعد النبوة، أرسله الله تعالى إلى الناس بشيرا ونذيرا، فأنزل عليه أول سورة المدثر. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قم فأنذر، يعني أنذر الناس الشرك وادعهم إلى التوحيد. ربك فكبر، وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها، والبراءة منها ومن أهلها. يبقى أصبح نبي بقرأ، وأصبح رسولا بالمدثر. إلى أي شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس في مكة؟ هذا سؤال مهم جدا. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، توحيد الله وإفراده بالعبادة، وينهاهم عن الشرك وعبادة الأصنام، وينهاهم عن الشرك وعبادة الأصنام، يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك. استمر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يدعو الناس إلى التوحيد. 10 سنوات، يعني بعد أن كان عمره 40 أصبح الآن 50. ثم جاءت حادثة الإسراء والمعراج، بعد أن توفيت السيدة خديجة وعمه أبو طالب، فحدث عام الحزن وحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد ربنا أن يسري عنه ويسعده ويفرحه، فحدثت حادثة الإسراء والمعراج، حيث أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء إلى سدرة المنتهى. وفي السماء فرض الله عليه الصلوات الخمس، وهذا يدل على عظمة الصلاة، حيث فرضت في السماء ومكانتها العالية واتصالها بالله عز وجل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 3 سنوات، مع 10، إذن 13 سنة بقي في مكة، وبعدها أمر بالهجرة
إلى المدينة النبوية بسبب اشتداد الإيذاء من كفار قريش. المسجد الأقصى هذا في فلسطين، المسجد الحرام في مكة المكرمة. كان الإسراء ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا يدل على أهمية المسجدين في الإسلام. على أي شيء يدل فرض الصلاة في السماء؟ قلنا منذ قليل يدل على عظمتها ومكانتها العالية جدا في الإسلام، ويدل على أهميتها عند الله عز وجل، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. فنكتب هذا، يدل على عظمتها ومكانتها العالية جدا في الإسلام، ويدل على أهميتها عند الله عز وجل. هذا يدل على فرض السماء، الصلاة في السماء. هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى في مكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة النبوية، يعني 53 عام الآن عمره، 40 ثم 13 سنة. أنزل الله على رسوله في مكة سورا كثيرة فيها الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعباد وترك عبادة غيره اللي هي الأصنام. أقرأ السور التالية واستخرج منها الآيات الدالة على سورة على ذلك. هنا سورة الآيات اللي فيها الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة ما سواه في سورة قريش وسورة الكافر. سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. هذه الآية في سورة قريش تدل على الأمر بعبادة رب هذا البيت وهو الله عز وجل، فليعبدوا رب هذا البيت. الآية في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هنا الأمر بالتوحيد وترك العبادة، عبادة الأصنام وما سوى الله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هنا ترك عبادتهم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، هم يعبدون الأصنام. ثم يؤكد عليهم مرة أخرى فيقول: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا تأكيد، لكم دينكم ولي دين، أنتم مشركون ونحن موحدون، أنتم كفار ونحن مسلمون، أنتم عاصون ونحن طائعون. هنا الآيات المطلوب كتابتها، هنا السورة كلها. الأسئلة، عندنا سؤالين، عندنا سؤالين. السؤال الأول: إلى أي شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ قل: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، وينهاهم عن الشرك وعبادة الأصنام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، وينهاهم عن الشرك وعبادة الأصنام. يبقى يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك. توحيد مع إفراد بالعبادة، نهي عن الشرك وعبادة الأصنام. السؤال: كم عاما مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ مكث 13 القوس ده المفروض نعمل 13 هنا، اتحركت هنا، نعمل ايه 13 كده ونلغي الايه القوس اللي في النص ده، يعني نحط 13 بين ايه بين قوسين. وفي الختام لا تنسونا من الدعاء واللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.